الندوة التي نظمنا اليوم بمناسبة عرس علمي وطني يصب حول ندوة بعنوان دور دعم المؤسسة الملكية للقضية الوطنية. تمت دعوة الأفاضل الأستاذ مصطفى الصوفي، الأستاذ عبد الطيف بكور، الأستاذ سعيد الخمري، وهي ندوة تأتي في إطار المبادرات التي تقوم بها مقاطعة عسمان على المستوى الثقافي والعلمي، وتحاول مقاربة موضوع ذي أهمية خاصة، موضوع يتعلق بالوحدة الترابية ويتعلق بجميع المبادرات التي أخذها المغرب تاريخيا والمتعلقة بالحل الأخير بالحكم الذاتي وارتباط كذلك بعودة العلاقات ودفء العلاقات المغربية الإسبانية. في هذا الإطار فإن مجلس المقاطعة رئيسا ومكسبا وجميع الأعضاء أبوا إلا أن ينظموا هذه الندوة وأن تكون هناك مسايرة الفاعل الترابي لجميع القضايا الوطنية وأن يكون لنا دور فعال ومشارك في هذه العملية الدفاع عن الوحدة الترابية. نتواجد بمقاطعة سيدي عثمان وهذه فرصة كيتلاقى فيها الأكاديمي والثقافي مع السياسي، احنا في ضيافة المجلس وهذه بادرة طيبة تفيد أنه كاين تفعيل ديال الدستور الذي ينص على ضرورة تفعيل الرافعة الثقافية ديال المجالس المنتخبة وانفتاح ديالها على المحيط ديالها سواء العلمي أو الثقافي أو الاقتصادي. الموضوع اليوم هو حول المؤسسة الملكية أدوار المؤسسة الملكية في الوحدة الترابية. بطبيعة الحال هذا الموضوع هذا لا يخفى على الجميع الأهمية ديالو، هو دائما عنده الراهنية ديالو، باعتبار أن الأدوار ديال المؤسسة الملكية هي أدوار تشكل صمام أمام كل القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية. كذلك قضية الوحدة الترابية هي قضية تهم المعيش اليومي للمواطنين. وصل الوقت اليوم في إطار المبادرة اللي عليها الإجماع من طرف أغلبية دول العالم اللي هي المبادرة ديال الحكم الذاتي من خلال تفعيل ما جاء بالدستور ديال 2011 اللي هو الجهوية المتقدمة. اليوم رحنا أمام فرصة حقيقية لفض هذا النزاع الذي طال، لكن بشرط أن نثبت في الدوات ديالنا بعين الاعتبار السياق الوطني والإقليمي والدولي راه كاين الإمكانية. إلا زدنا ثبتنا في إطار انتقال ديمقراطي في الدوات ديالنا فعل ديمقراطي حقيقي وإتاحت فرصة للأحزاب السياسية ينخرطوا بشكل جدي في هذا المشروع المجتمعي، وكذلك تكون الرافعة التنموية رافعة قائمة على القطع مع كل الأساليب التقليدية لتدبير الاقتصاد وعلى رأسها الريع وكذا، فممكن أنه بحسب سياقات اليوم الاعتراف ديال الولايات المتحدة وديال على الأقل اليوم راه كاين 24 قنصلية في الأقاليم الجنوبية سواء في العيون أو الداخلة، وهذا يبشر على أن نجحت الملكية في إطار تدبير الرزين اليوم من خلال وزارة الخارجية راها نجحات على أنها تحقق خطوات متقدمة نحو الحل. وشكرا. شاركت اليوم في ندوة نظمتها مقاطعة سيدي عثمان حول دور الدبلوماسية الملكية في دعم القضية الترابية للمغرب، ومداخلتي كانت بالتركيز على التحول المفصلي الذي شهدته السياسة الخارجية للمغرب وكذلك السياسة الدبلوماسية للمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وقد كانت هذه السياسة الجديدة عمادها الواقعية، وهكذا لاحظنا منذ أن طرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي في سنة 2007 كيف أن المنتظم الدولي سجل أهمية هذه المبادرة بحيث تشهد بها الأمم المتحدة بأنها مبادرة أكثر مصداقية وبأنها هي الأكثر جدية. كذلك شاهدنا من دعامات هذه السياسة الخارجية الجديدة بقيادة جلالة الملك تنويع المغرب لشركائه بحيث لم يعد يقتصر في تعامله الدولي على الشركاء التقليديين. أيضا لاحظنا العودة القوية للمغرب في لعمقه الإفريقي ليس فقط من خلال الرجوع إلى هياكل
الاتحاد الافريقي وانما بالاستثمار في افريقيا وبنشج علاقات اقتصاديه قويه واجتماعيه مع عدد من الدول الافريقيه التي كانت الى حدود الامس القريب لا تعترف بقضيه الوحده الترابيه للمغرب، الان تعترف بقضيه الوحده الترابيه للمغرب بعد هذه الجهود. ونلاحظ انه هناك حضور للقطاع الخاص المغربي قوي في افريقيا، وهناك دعم ديني من المغرب لعدد من الدول الافريقيه، وكذلك نلاحظ تسجيل المغرب لعدد من النقاط الايجابيه فيما يخص محاربة الإرهاب، فيما يخص كذلك المساهمة في الجهود الدولية للحفاظ على حقوق المهاجرين، كذلك مساهمة المغرب الدولية لحماية البيئة. تعلمون أن عديد من المنتديات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية عقدت بالمغرب، وهناك حضور مغربي قوي في هذا المجال، وهناك سياسة مغربية مهمة في مجال حماية البيئة وأيضا في مجال الهجرة، هذا فضلا عن الجهود المغربية القوية والمتعلقة بمحاربة الإرهاب واستتباب الاستقرار والأمن الإقليمي. وبذلك أصبح المغرب الآن قوة إقليمية صاعدة بدون محالة، يعني يضرب لها ألف حساب لدى الشركاء الإقليميين والدوليين، وهذا منعكس إيجابا على الوحدة الترابية للمغرب من خلال اعتراف العديد من القوى العظمى بالسيادة الكاملة للمغرب على ترابه. نذكر هنا على سبيل المثال موقف الولايات المتحدة الأمريكية، تحول في الموقف الإسباني، الموقف الألماني، الموقف الهولندي، فتح عدد من القنصليات والتمثيليات الدولية في الأقاليم الجنوبية في العيون وفي الداخلة، وهذه القنصليات لن يكون لها فقط يعني دور سياسي بل أيضا دور سياسي أو دبلوماسي، بل أيضا دور اقتصادي، لأنها سوف تمهد لعمليات استثمارية كبرى للخارج في الأقاليم الجنوبية للمغرب.